أنا فواز حكون معاكم في برنامج بلس وان. البلس وان تبعك بعرفك أول وقت صديقي شفيق نعمة. طب ليش ما قلتوا كان استأجرنا استوديو ثاني؟ سلامات. شو الأخبار أحمد؟ شو أخبارك؟ هذا بلس وان؟ هذا بلس تن؟ رفيق عمري المفروض أنه كثير بيعرفني قاعد معي في نفس الدرج من الصف الأول. أكيد أنت مختار بلس وان مميز بالنسبة لك. أوكي اعتبره بيتي، بس بنفس الوقت في قواعد. برنامجي حيكون مميز في ضيوفه، وحيكون بجنن، حيكون حلو، حيكون لعب قديم ولطيف. بدكم قهوة وبدكم مي؟ مش مسؤول عن هاي الشغلة. أنا هون الزوجة الرابعة. وين هذا المسلسل؟ والله مثل الهند. اللعب مع الكبار. بطير وبيحكي يعني برجع بعيد لي. ما أنا فهمتش. في أحلى برنامج على رؤية بلس وان. كيف رأيكم بالبرنامج؟ حلو. يا الله يا زلمة كله مداجي. أيوه. تمام. أيوه. هاي إيش؟ ايوه خلص خليها بجوز ما ترجعش. آية بلشنا؟ بحر؟ بحر أيوة. سمكة؟ اوكي سمكة؟ فيل؟ حبينا تحبين ولو طمعنا اخصمك ايوه اسيبك لا حامي يخرب بيتك بيغلي مستعدين للعب والضحك. 3 2 1 مع بلس 1 حيكون احلى برنامج. اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده اليوم من بلس 1. زي ما عودناكم دائما بلس 1 حتكون حلقه مميزه بالعاب خفيفه ولطيفه والعاب بيتيه. فشان هيك اخترنا لكم ضيوف كثير خفيفين دم وحلوين. بدنا نرحب مع بعض بالكوميدي والخفيف واللطيف واللي كل الناس حبته دعبول. دعبول اشفط من هون ولا بشفط من هون عشان نقدر نبوس بعض بسرعة. ايوه عشان الجمهور. السلام عليكم. شو اخبارك؟ تفضل. هلا والله فواز، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ وقت بقطع نفسي مشان اسلم عليك. اهلا وسهلا فيك. هلا والله فواز. الناس حابينك يا حبيبي، بخف دمك حبيبي ولطافتك. الله يسعدك. وانا بحبك وانت عارف. وانا اكيد علاقتنا على الانستغرام. ليش ما بترد انت؟ رديت كان بنرجع على المسجات مع بعض. انا رديت لك انت ما رديتش. ايوه بس اهلا وسهلا فيك حبيبي يا فواز. اخترت اليوم معك بلس 1. مظبوط. اشوفه واتعرف عليه. سلطه اسم الحقيقي عدي، بس انا بدلعه سلطه. لا سلطه احسن. السلام عليكم. شو الاخبار مدام؟ احضنه انك سلطه. ليش مش لابس ملون؟ طيب نستريح هسه وبرجع لك عشان اعرف ليش اختاروا اسمك سلطه. خلاص ابشر. تفضل. يلا استريح. واهلا وسهلا في الضيف الثاني، ابو ابتسامه كبيره وابتسامه مميزه والكل بيحبه بخفه ظله، احمد عشا. بس شو هاي المقدمه استاذ حبيب قلبي؟ اقسم بالله اني انغريت في حالي. لا يا حبيبي بتستاهل اكثر. مشاركين مع بعض اكثر من مكان. نحفان حليان دملان كل المقدمات هاي فيه. طبعا بحلقه ثانيه هالكلام الحلو هذا. بس بدي اياك تعرفني على بلس وانا معك. جايب لك ضيف يعني حتنبسط. ها نشوف شو اسمه. نور الجولاني. تفضل يا نور الجولاني. انتوا طالبين سمك؟ كيف؟ شلون؟ كيف عجبك؟ الموديل استريح والله لعلق عليك تعليقات على الستات. انت من اسكندريه ولا بورسعيد؟ من بورسعيد. من الخليل. اهلا وسهلا فيكم. يا هلا والله. يعني احنا اخترنا لهالضيوف الحلوين وجزء الشباب اصدقائي. يا حبيبي سلطه شو اخبارك؟ تمام. كيف البندوره معك؟ كل شيء تمام. اهلا وسهلا فيكم. يعني اخترنا انه احنا نلعب العاب خفيفه واشياء بتجنن، يعني نتذكرها زي زمان. تمام. فكي كاي مذيع يعني لازم اجيب اللابتوب تبعي واتناقش معكم عن طريق الاجهزه الالكترونيه. هسه بدنا نختار اول لعبه. اللعبه الاولى بدي اياك تحط ايدك على ايده. ايدي على ايده؟ نعم. مش لا مش هيك نتجوز. لا مش هيك تطلبه. لا حط ايدك على ايده. اعطيني ايدك هذيك. ايوه يا عين سلطه. انت جاي معي قبل هالمره فاهم البرنامج فاهم اللعبه. اسكندراني ضلك تفرج عليه وافهم. انا فاهم. مش ترمي الشبكه وتضلك قاعد. لا والله ما
بدي أسأل سؤال وبدي أعد أنا من ثلاث لواحد وبتجاوبه، ممنوع بتأخذ نقطة، ممنوع تجاوبه بدون ما أنا أعد لثلاث لواحد وبتجاوبه مع بعض. تمام دعبون؟ حلو تمام. لا ما دعبون أنا خايف منك. لا والله. يلا. شو أكثر أكلة بيحبها دعبول؟ ثلاث اثنين واحد. برجر. شو هذا؟ كل العالم تعرف. تستاهل النقطة ها؟ طب هاي أكلة؟ لا إيش؟ هاي أكلة؟ يعني شو بكره سوشي ما بالك؟ ما معروف. خليني أجي عليك هلا. شباب أطلب منكم طلب؟ أروح وأرجع لكم؟ لا خليني معاكم. طيب سؤال ثاني يلا. من ثلاثة إلى واحد وبعدين بتجاوبوا. دعبول بيخاف من الكلاب؟ ثلاثة اثنين. لا ما نجحتش. شفت؟ غلط. ضيعت صاحبك. زمان تجاوب. قصدي يا زلمة ده. خلص. أي آخر سؤال. دعبول معاكم كمان فرصة تأخذوا كمان نقطة. يلا. لما يحكي 3-2-1 نجاوب صح؟ 3-2-1 بتجاوبوا. فهم السؤال نصف الإجابة. صح. شو مالكم يا إخوان؟ لابتوب ومذيع بيحكي معاكم مش فاهمين كلها. لو دعبول بيختار بلد ثاني غير الأردن يعيش فيها شو بتكون؟ 3-2-1. الأردن. الأردن. لا هاي هاي لا هاي عمي لا لا هاي بزبطش تمشي هاي بزبطش ابو اسكندر اصبر على جاييك انا انسى اقول لك كل مين وبلش اقول شيء مثل صيد السمك ما تدخل الشغله جاوبت على طريقه صدى الصوت اردن هذا قلت اردن من بلد غير الاردن هو ما برضاش ما بيصير هاي مش لعبه وما اخترتوش غير ما حصرتوش غير على نقطه واحده الله لا يسامحك هيني رايح ها ماشي كان بودنا نعزموكم ما حصلش حاجة سعيد سؤال الله يسامحك طب نحط ايدينا على بعض حط ايديكم مع بعض حط ايديكم مو معبي اكسسوارات عنده مش خاتم وسيع يلا بعد من 3 لواحد بتجاوبوا تمام بتجاوبوا غير عن بعض ما بتحصلوش على نقطة موجودة شو أكثر بلد بيحب يسافر عليها عشة؟ 3-2-1 لبنان كلنا بنحب لبنان أسهل بلد في العالم يلا خلينا أحط لكم نقطة لأنكم إيش حصلتوا عليها تمام نخدها آخر الحلقة لا بمشي لك أنت أصبر علي بس من 3-1 وبحكي بتجاوبوا مع بعض مين أكثر شخص بضحك عشة؟ 3-2-1 أنا نفسي مش عارف مش عارف أنا نفسي مش عارف لا شفت أنا ما حكيت حط يدك على بعض مرة تانية إيه لا ما هو إذا بالعند لو سمحت مش أنا مش هوا مش هون يعني لما أجي قالوا لك تعال ضيف ولا مذيع شو قالوا لك فهمني ضيف ضيف رئيس جمهورية الكنبيات أنا بدك تحترم يا استاذ سواد هسه وصلتك قبل شوي سلطه من 3-1 اكثر فنان بحبه العشاء 3-2-1 سلاوي وتامر عاشور مثلا لا هو حكى سلاوي بس انت ايش تزيد تامر عاشور سلاوي قايل لك شوف سلاوي هو والله هو اسكندراني انا قايل لك انا قايل لك انو البوم بحب انا قايل لك تامر عاشور وبحب واحد اسمه رولا هسه من اصحابي من اصحابي كفنان سلاوي أيوه. بحبه خلص بس تحصل على نقطه لانكم عن جد لا 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 يا حبيبي لا بحصل على جاوب طلع لنا برزقتنا يا سلطة يفيدك اسمع شو بقول لا بطلع لنا برزقتنا عينه ضيقة ايه عينه ضيقة بس صياد السمك اسكت بالله عليك الطن كم سعر الفترة هاي طيب كمان من 3-2-1 بنجاوب مع بعض شو كان نفسه يصير عشا لو ما كان سوشيال ميديا 3-2-1 حرامي صح بعطيك انا بدي اعطيك نقطه لانك ساذج لا 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 انا بدي اياك اكثر من مره مسكت على سطح هذا الحرامي انت مش شايف الحرامي لا هو هيك الحرامي مش عارف انا متنكر طيب شكرا لكم حصلتوا على نقاط مظبوط وصلتوا على نقاط تمام خلينا ننتقل مع بعض على اللعبه الثانيه تمام ننتقل مع بعض ننتقل. يلا شباب لا خليكم هلا بدها بس انا قاعدين ها
هذا بدنا 4 دقائق سبع بدنا 27 دقيقة على الموضوع. أنا بس بدي أشوف الممر. لا 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 حبيبي حبيبي. لا من بدايتها لا. لا لا ما شفته. شو حياتك ما شفته وين عايش؟ وقفني. يا أخوي ما في شيء اسمه هيك. ورجعنا لكم باللعبة الثانية. أنا والله. مبسوطين؟ جدا. بس شو سبب إنك اخترته البلس تبعك؟ يعني بيعرف عنك كل شيء؟ آه والله. شو بيعرف عنك أشياء؟ كل شيء. كل أسرارك؟ آه. كل شيء كل شيء؟ كل شيء. عن جد؟ قديش معه بالبنك؟ قديش ايش؟ هذا اللي همك انت بيشوف هيك تعرف انه مادي هسه لا انه بيعرف كل شيء يعني ما قالك مصاري يعني بيعرف كل شيء لا انه مفلس الله يرزقك دعبول عشا شو سبب اختيارك للجولاني؟ شوف جولاني اول شيء خفيف دم ثاني شيء بيعرف عنه كثير شغلات تمام وشاب مرتب وخفيف دم ولبيس كثير شغلات ولبيس لبيس فخلص يعني الموضه اللي هو لابسها تستغرب من وين جاي ايوه يعني مره من بلد هون جايبها من بلد هون يعني جاي من كل شيء قطعه صح قسما بالله اجاني على باب البيت طلعت عليه توترت لما شفته هيك بالعكس عاد مرتب حبيب الله خليك شو اللي كاسر الحاجز هاي ساعه الذهب بس انت ليش مش لابس زيه ليش مش لابس طاقية شباب هسه في لعبة اسمها مستر جاجة تمام مين بحب الجاج انا كلنا انت حب الجاج كلنا انت ولا جايب معي صياد سمك كيف بدي احب الجاج لا حياتك بحب الفسك بلا بكشيش كمان بالله عليك قول يا رب شباب هسه الفريق الاول بدي يحط على عيونه هاي تفضل تمام واحد من الفريق الثاني راح يخبي الدجاج المساعد تبعك راح يقول يا حامي يا بارد فقط عشان تعرف وين مكان الدجاجه تمام سكر على عينك ايوه ومعاكم بس 2-3 minutes تفضل خبي الدجاجه بمكان يلا خبيها بمكان باي مكان باي مكان لا خليك خبيها باي مكان بس الوحيد اللي بيعرف البلس 1 تبعك وين موجود لا 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 عيب وين ما بنهد الاستوديو انت مش هاي تقول مطلقة الدجاج كثير سهلة هاي خلص يلا ايقف ايقف لا غطي كان ما لعبناهاش لو بدنا نفتح يلا وقف انا بقول لك حامي بارد يلا لانه حامي بتكون قريب اوعى تيجي على جهتي ترى مخلوق خلقه طب انا كيف بدي اشوف يلا ما هو يلا بارد بارد حامي امشي يلا بارد انا مش شايف مخي هيك يلا امشي 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 دعبول انت اي حركه فيك بنضيع بلاش بلاش لا شو هذا ليك عدا دوديغا فاتر طب انا مش شايف فاتر هو طالب يلسون لا تكذب لا تكذب والله العظيم ماني شايف بقول لك فاتر طالب يلسون اقول له يا قول له حامي يا بارد 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 هذا بدنا 4 دقائق سبع بدنا 27 دقيقه على الموضوع انا بس بدي اشوف الممر يلا شو توكل على الله ارجع لنا يا زلمه شو دغري يا زلمه دغري يا عم انا بدي اقول لك شو هذا اخر بارد 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 شو يعني لعبه سباحه يا بارد عيد يا زلمه بارد يا عم اتركوا بحاله حامي ايش حامي ايش ثواني حامي علم هذا اذا عرف ده بطل من الاستوديو ده سيب له منه يا زلمه قول له حامي بارد انا بعيد عنها انا حامي ولا بارد بارد واحد يحكي واحد يحكي اه تبع بلس 1 بارد 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 علي يعني بارد يعني بعيد اقرب زين بارد بارد يعني لغاي ايوه اها اها هاي بلشت اها بلشت اها ماكل هواء حامي حامي دور بيدك يا زلمه دور بيدك ماكل هواء ماكل هواء دربال قسما بالله شاطر شافها اقسم بالله ما شفتها اقسم بالله ماني شايف شيء دعبول بهنيك على الرشاق اللي عملته حبيبي عن جد انك راقي أشو هاي دعبولة دادا فزت تفضل يا دعبول غش وهي لا نقطة غش لا ما غش أقسم بالله رد عليك إذا ما هذا طبل أنا بعرفه أنا ليش قلت لك دعبول معي في الحلقة لأني عارف فايز عليه إذا في برنامج شو شباب أحكي لكم شغلة أحكي لكم شغلة ولا لا استريح أستاذ دعبول استريح أستاذ دعبول وتحصل على نقطة يا أستاذ دعبول أعطيني لو سمحت هذه خذ هذه وخذ هذه بس خليه يسهلها زي ما سهل هسه الخليلي بايش بيسهل لك الامور كلها حط اوعى تجنني ما عليك راح اسهلها ايوه خبي 100% ممنوع يحكوا ممنوع يحكوا هي ها قلبناها لثلاث دقائق بسرعه يلا خليه يخبي وحده عاد وقف افطر هاي ثلاث دقائق والعاد موجود والله اقعد هاي هاي طلع ناس ده نوصل الحين هاي 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 ثلاث دقائق هيني بطلع على الوقت
طب انت هسه ساعد صاحبك طب هسه انت خبيها خبيه بس الوقت يا فواز يا حبيبي آه يلا وقف يلا حامي او بارد بس بارد حامي 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 سخن بغلى 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 حامي 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 ابو العوش يلا حامي 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 يخرب بيتك بيغلي 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 وبحمسك قاعد عم بحمسك قاعد بيغلي 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 قتلها 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 للجاز حامي 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 هشاش لا بيعارة هشاش شاطر لا 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 قلني صح بس حامي عرفت كلمة السر انه بيغلي 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 حامي حامي هو بيغلي ايه انا نجد قلت له يا حامي يا بارك بقول له بيغلي 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 ان شاء الله تفضل استاذنا اسلم والله الجني ما بلقطها الان خلاص يا اخوان مين فاز الجني ما بلقطها كل واحد حصل على نقطة خلاص شاطرين لا والله انكم كنتوا شاطرين في بس احنا ابدعتين اكثر في النقطة دي ايه حط لك كمان ولا انت اسكندراني انا بوريك كل تعليقاتك طيب بدنا نروح مع بعض وننتقل على اللعبة الثالثة تمام يلا شباب وين مع بعض يلا اقوم استريحوا شباب عشان اللعبة ورجعنا لكم باللعبة المميزة واللعبة اللي بتكتشف الذكاء سلطة وذكاء دعبول وذكاء عشة وذكاء جولاني ما شاء الله عليك يا ريت ذكائك زي تعليقاتك خلينا نشوف يا رب أخلص من هاللعبة تفضل عندي دعبول سلطة تفضل عندي تفضل دعبول هو وزن أيضا من هاللعبة تمام تفضل بدي احط شخصيه على دعبول دعبول لازم يعرفها عن طريق الحركه اللي انت تعملها بدون ولا كلمه تمام الاميره توشتك ملك جمال الاستوديو انا عادي اشوف لا لا انت مش عادي حبيبي هسه بوريك يا لما انا ايش تعلف علي لهون شو هاي الشخصية اللي موجودة؟ بس احكي لي اياها بالحركة بس. لا شو؟ بالحركة. مو بالحركة. حمامة. معك دقيقة دقيقة. صقر. صقر يلا عليك. لمبة. لمبة. ها ها ممتاز لمبة. لمبة. شو حكيت له أنت ولا لا؟ قلت له إيه؟ خنشوف الكاميرات موجودة يا اخوان خلص على المصداقية والله العظيم هو حكى لي هيك بالله عليك خلص يا عشا هسه بدي اجيب لك اياها يا عشا ايه والله ما خشينا يا زلمة الكاميرا احكي لك شغلة مش مرتاح لك يلا شو الشخصية اللي موجودة على دعوة يلا ولا عمره راح يعرفها لأنه هو مش منهم أسد قرد لا ما هو قال لك يمشي قرد كل شيء بيمشي قرد ذيبه عوه كلبه شو عوه؟ بك المحيه ولا شو يعني عوه؟ كل انثى لا شو عوه؟ عوه يعني شو عوه؟ عوه ايش؟ كلب كلب عوه؟ كلب عيب غير عوه بس ايش ولا كلمه؟ لا ما ولا كلمه بس ايش؟ بس اشر انا بفهم لا احنا عملنا استديو والعاب فانت تقول ما حكيش ولا كلمه طيب ماشي صح؟ احكي أسد غيره غيره لا أبو آخر لا يلا احكي لها واه غير الحركة ما غيره ما عندش الحركة لا خلاص ضل تحكوا له إياه استنى طوال شوي يعني أحسن ما تحرك ها هيك لك ها وصاحبك شاطر السلطة قلت لك لا تجيب مو قريب بس تعال شو ضل لا شو السلطة شو بقول له شو هاي واي يعني بعمل هيك خلصت نمر يا زلمه هو نفسه اللبؤة لا يا حبيبي لا هيك هاي النمر كيف بيصلحوا النمر انا شو الفرق بينهم اسمع عادي كل اللي مخطط انا قلت لك ايوه تفضل ايها النمر اسف يا زلمه جيب لي حصلتوا على خلينا نشوف جزء ما يعرفوا تحصلوا انتوا على النقطه جيب لي النمر انتوا ما انتوا حاصلين على وحده صح ولا لا اثنتين تفضل عشا حذرنا واحد حبيب قلبي حط لهم شلل عشا كيف الوضع باسكندريه تعال ايوه
انتوا اخذتوا نقطه واحده ترى مشان تكونوا عارفين. الله يسامحك. يا اسكندراني يا اسكندراني يا عيني توشتك لانه دعبول ما طلع قد المسؤوليه. توشتك ايوه. شوف صل على النبي هذا الحيوان انا بحياتي ما شفته حتى في سبيس. لا 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 حبيبي حبيبي لا من بدايتها لا لا بحياتي ما شفته. شو ما حياتك ما شفته وين عايش بحياتي مش عارفه. لا ما لا ما تقول حيوان صيعه بدل تنقيله مش سهل يا زلمه. يلا هون هذا الجنان جاي يعترض في البرنامج. انا والله العظيم من عير مش عارف اشرحه. طب ايش اي شيء يطلع الشجر اشرح اي شيء من كثير صعب يا زلمه. شو والله ما عمري هذا مش موجود بجنينه الحيوانات. لا لا ايش هيك يا زلمه حقولنا اللعبه بالعاده. تعال وقف هون. ايوه مش قاعدين بندبك احنا. اهدى الجنان يعني. اي شيء جنان اي بجي بالبحر انا عادي احكي. لا 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 طبعا ممنوع انا احكي. لا بس شو لازم تعرف. لما انا عادي احكي احكي. بس عادي بالبحر. قرد من فصيلة القرد يعني بلاد عم غوريلا اصغر اصغر اصغر. ايوه هاي التوقيت هاي ضايل 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 شوي هاي. يلا يا زلمه عادي بطريق. ايش في بعض ايش اسمه هذا بالبحر بالبحر. اي اي هيو 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 عيد 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 هيو شفته قرد قرد. ليش والله عمل عمل نفسه عمل نفسه شوف بس تعرف هيو هي صح بس طلع سنك لبرا. ايش هذا؟ عرفوا عرفوا ايش هذا؟ حيوان اخوي انت تحكي اخوي ما في شيء اسمه اي والله يا سعيد اي صح اسمه والله صح صح صح. خلص الوقت نعيد. هيا شوف شو هو شو هذا؟ وحياة فار. لا يا زلمة طب هسه هذا انا لو شفته بدي ثلاث دقائق. شو هذا؟ يلا احكي لهم شو هذا؟ فار فار هذا فار. طلع السنان يا زلمه يا زلمه كل فار تقول له قد بمشي على الارض يا اخوان. هذا فار لابس من المول عادي يعني. انتوا كل اللي بتشوفوهم الفيران بتهينوهم انكم شايفينهم بالجمر هذا بروح المول صح ولا لا؟ لا يا زلمه حرام هاي خسرنا هالنقطة. فار سهل نعيد بجوز تحصل على نقطة كمان. اصبر يعني فار سهل اصبر يا شباب تتهاوش شغل مخك تكونش مخك الخليلي يحطه عدل اذا ناوي اسنان. انا الرابعة والله ما بشغل مخ غير في المصاري. توشتك أمير لبنان صعب مش راح العبها الراسب في البرنامج. يلا تقول ايش صعب احكي لي عادي كيف اذكر الله. لا لا الله اسمع البرنامج كيف جاي فشلتني قدام الكاميرا علم انتوا الخلايلة اكيد هاي بتعرفوها. هاي لانكم انتوا ملوك يلا شو بس الورقة بس الورقة شدة مصاري ايش بخص المصاري بس طب يعني بالله عليك يعني عادي هي ما هي واحده صعبه واحده سهله صح مبروك استريحوا جيران شكرا ابدعتوا بس النقطه الاوليه نصب حصلت كل واحد على نقطه منيح حصلت على نقطه لا هسه احنا متقدمين يعني امورنا تمام حصلت كل واحد على نقطه مزبوط مزبوط الف مبروك كل واحد على نقطه. اطلب منكم طلب شباب لا عن جد اطلب منكم طلب لا عن جد ليش عاد هيك تخلوني قدام الناس يا زلمه ننتقل لا على اللعب يلا لا خليكوا انا بس انا شني واقف بروح بدي باجي سلام. شو الفيلم بسرعه السياف شوف سيف سياف يا شوف سكينه السكان يعني هذول جمهور ولا فرقه مسرحيه. لا اطلع اطلع لا 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 اخو اسم اغنية طيب كيف راح الوقت مين اللي غش؟ مش مرتاح لدعبول مش مرتاح لدعبول؟ زلمة احنا كلنا مش مرتاحين له يا زلمة انت عبارة ما بعرف عنك دعبول تعبان منك سلطة نفسه شوف سلطة تعبان عشا مرتاحش انه جابك بيني وبينك اول ما جاك الصبح ولابس هيك شو قلت له؟ فيش حدا غيره صاحي حاولت ابدله فيش حدا بتقول يلا تعال اهلا وسهلا فيكم وانا مبسوط فيكم وراح ننتقل هسه على لعبه كثير حلوه هون اللي راح يبين الذكاء
المخ، الشطارة، القوة. هتخسرنا هون، انسى فيش اشي ولا نجحوا بإشي. احنا فايزين، احنا فايزين. ايش احنا فايزين؟ نقطة نقطة نقطة. شاطر بدها. تفضل عندي تعبول هون. انا راح تنتبه انت على اللوح وجاي حاجة اقعد عندك، راح اوريك اشي. يا بتختار، شو بدك تختار؟ مسلسل او اغنية او فيلم؟ حلو. فيلم هو، لازم انت بالرسم يعرف شو هو الفيلم. بس رسم، رسم بدون كتابة، بتمثل شوي اشياء زي هيك، بس الاساس هو الرسم. هاي راح اقعد جنبك وتعرف شو هو الفيلم صح؟ بس وين القلم؟ هاي القلم موجود عندك. يلا شوف انتبه. اه هو فيلم. احكي له اول شيء انه فيلم. فيلم اي بس تحكي شو هذا بس. هاي مبدئيا هاي الوقت بمرق. راح ارسم. لا تحكيش، بس رسم. بحكيش تمام بس رسم. ايوه ولا كلمات؟ ولا كلمات، ممنوع تكتب، بس رسم. يعني رسم عربي ايش؟ عربي ولا اجنبي؟ بقول لك عربي. لا ما هو انت تحكيش، قول له الإشارة، قول له ارسم. شو بدي ارسم؟ هاي الوقت قاعد بمشي. ارسم بجسمك. لا دعم. ايوه شو مؤشر؟ لا رجلين شاطرين. ايوه الوقت قاعد بمشي يا اخوان. ايوه حياء. شو الفيلم؟ السياف. شوف سيف سياف. لو شاف سكين السكان، لو شاف سكين كان يقول السكان. محارب. لا ولا عمرك حد. عادي شوف انت دور. طلع يا زلمه ولا اي شيء. دعبوا لك خليهم يفوزوا عليك. يلا لا شاطر. قول له انه هذا شخص. هذا شخص ابيض. لا لا خلاص عرف اسمه فين. لا خربة. خربتوا حالكم. مش عارف. لا عرف والله. عرف ايش صارت؟ ابيض. عرف عرف. لا هاي مش مخ. هاي مش مخ. خلي دخل. لا جد صح. ابراهيم الابيض. اوه 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 هيك. صح صح صح. انا حبيبي مين اللي بحكم هون؟ انا. ايوه اقعد عليك. شو حطم ظالم زي الصين اللي في لعبة. استريح تبع استريح. اصاب ابراهيم الابيض. والله ما بتحصل عليها على كلمة الابيض. الابيض وضل ابراهيم. كيف ترسمه؟ فكرتك زي الحكم الصيني. تعال يا جولاني. جيتا. تعال يا جولاني. استريح يا جولاني. والله ماني قاعد. استريع يا عشا عشان انت تعرف بدي اقعد جنبك. يلا نلف الورقه مع بعض. يلا شباب راح اعطيك شخصيه انت بتحكي له يا فيلم يا مسلسل يا اغنيه. طب نطلع عليهن نقدر؟ مسلسل ولا شو؟ إيه طب نشوف اذا بضبط فيلم ولا نختار. لا لا ما فيش هذا خلاص. تختار اغنيه. يلا احكي اغنيه. اغنيه امثل له اياها ولا ارسم له؟ لا رسم. يلا عذب العذاب. يلا لف لي الوقت. بس لف لي الوقت بسرعه بسرعه بسرعه. لف الوقت اللي عندك. ايوه تمام يا عين عليك. جاهز الوقت. يلا يلا, يلا. شوف حرك يا جولاني. صارك بس بتعلق. شاطر تمسك مين بس يا بس ما حطه في الألم. لا حرك يلا حرك يا جولاني. شو ها شو أغنية فنان هذا مغني بس. فنان مغني. فنان مغني. أنثى أنثى. كمل كمل يا جماعة. أغنية أغنية عادي. أغنية عادي. يلا شاطر. مش كنت شو بتحكي كثير. شاطر شاطر جولاني. هاي اي شيء اوكي. ها ما تقول اوكي. ارسم له شغله. لازم اعرف اسم الاغنيه. انت هسه فهمت. صوت المطر على باب البيت. صوت المطر على باب حبيبي. حبيبي. صوت المطر على باب البيت. يعني هذول جمهور ولا فرقه مصرية؟ لا اطلع اطلع اطلع. لا 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 اسم أغنية. طيب كيف راح الوقت؟ أنثى أنثى. عرفتها صح؟ لا ما عرفتها. قديش ضايب الوقت؟ عرفتها. خلص سنة. هاي أب. ها بس بنت أبويا. بنت
شوف انت ابويا من وين بيجيب الاغاني هاي؟ من انو مسلسل يا زلمه؟ ان شاء الله طايح. دقيقه بدناش نوترك شوي هاي 10 الاولى صح 9 وغنيه 8 هذا حبيبها 4 وشاب بنت ابوها يا زلمه مش طبيعي ولك بنت الجيران يا زلمه وين الجيران هذول جيران ارسم لك جيران حراميه يا زلمه هذول سرسريه يا زلمه سرسريه يا زلمه هذول يا لك وين الجيران يا زلمه انا مش انا الغبي انت لو تقعد مكاني غبي لا اقعد بنت وهي اب قلت لي بنت اقعد ابو المشاكل اقعد تخاف مع صديقك اللعبه شمتهم فينا برضه فايزين بنقطه انت لو انت الجولاني لو رسمت له شباك وهو واقف هيك كان عرف بنت الجيران صح ولا لا بالضبط بنت الجيران شغلانه هيك يا زلمه مش طبيعي ايش ارسم لك صوت المطر قول شو ارسم لك دول جيران يعني انت لو رسمت واحد بلحق فيه كان عرف انه اخوها عرف بيحكي يا زلمه هذا هيك بده شرح هذا هيك بده طب تعال ارسم بنت الجيران انت شوف لو بدك ترسم له اياها والله العظيم بدي اشوف لا انا بدي اشوف يلا ارسم لي بنت الجيران بدناش ناخذ وقت لا بدي اشوف انا ناخذ وقت كثير بس لا اسرع حي بعطيك ورقه جديده حتى بدي اشوف لو انت اجتك السؤال كيف بدك ترسمها يلا سمي انت واقف لي على النقره لا بس وين واقف على النقره ولا شيء بس يلا بس اشوف واقف اشوف يلا ايوه هاي الوليه نفس الرجل اللي رسمناه ايوه هاي الوليه هاي الوليه بقول هاي الوليه معلم وقف ابعد لغايه شو خلينا نتفرج هاي نفسه طيب ماشي مش تسمايك لا والله رسم مده يا اخوان كل بنات الجيران ما حداش بتعمل استشوار كلهن هيك بترسموا ايوه هذا شو هو بيت خلص بيت ها. اه هيك يعني انت كان في لا هيدا ارسم حسن شاكوش برسم له شاكوشة اه هيا والله العظيم ها هيا شاكوشة هيا ودي ولك انا كنت عارف انه بنت الجيران ما عرفتها خلص ولا واحد حصل على نقطة يا اخوان طب في مجال تعطيني النقطة في مجال تقعد احسن من روحك هاي اللعبة عن جد كانت تدل قديش انتوا اذكياء قديش انتوا شاطرين طلعنا اغبياء ما شاء الله عليكم لازم والله صاحب انا مش فنانين لا هذا مبدع الولد رسم شاكوش على محل مواد بنا من هون على محل خلينا ننتقل على اللعبة الأخيرة تمام يلا مع بعض يلا شباب يلا خلينا نلعبها لا مش راح تضحك خلينا ننتقل على اللعبة الأخيرة يلا أهلا وسهلا فيكم يا شباب هلا في المهلي هسا أنتوا شباب أثبتوا أنكم تعرفوش بعض صراحة العشاء من وين جايبوا العشاء ما قلت لك القصة قلت لي منه الخال سلطة شو بيعرف عنك والله بالطريق تعال تطلع معي برنامج قال له تلفزيون يلا اهلا وسهلا فيكم نورتوني هاي اللعبه انتم ما لميتوش نقاط يا اخوان هسه اللي احنا عندنا اللي بيفوز بعاقب الفريق الثاني فهمت علي حلو مستنى شوي اه بس انتم مش قاعدين بتلموا النقاط انا بدي اياكم هسه تلموا نقاط كثير مشان ايش نعرف اخ يا سلطه بتموت بالفلوس خايف يا سلطه الدراهم هسا اللعبة كل واحد راح يبلش بأغنية من الأفريقة والأغنية الأولى اللي بيعرفها بنهاية حرفها بيكمل عليها تمام؟ أوكي. عارفينها شو اسم الأغنية؟ شو اسم الأغنية؟ شو اسم اللعبة هاي؟ شو اسمها؟ كنا بنعرفها لعبة قديمة شو اسمها؟ آه ونص إيه؟ شو بعرفني؟ أبو الحروف يا نانسي عجرم عقلك في نانسي آه ونص راح أعطي حرف أنا اللي ببلش بأخذ نقطة تمام؟ حرف الألف أه ونص حبيبي أغرم أغرم الأغنية أه ونص إس بسرعة حرف الصاد بس دقيقة أنا مش بطلع وين جد يعني زمها هايني ها ثلاث دقايق اللعبة كلها ثلاث دقايق حرف الصاد نهاية الأغنية صاد هذا قال لك أه ونص إس عادي أي كلمة أي أغنية يلا بلش أغنية إس غني اس 10 صاحبي واخويا انا عرفتها والله جاي مصريه مهرجان مصر صوت المطر يا غنيها 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 صاحبي واخويا انا عشره كم سنه ايوه جلاني على فكره انت بقصت قبل الاغنيه مش شغال بسرعه غنيها عشان يعرف نهايه الاغنيه شو حرفها صاحبي واخويا انا عشره كم سنه سنه ايه 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 اتش بسرعه اتش اتش
هاشمي 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 وين الشد عارف ايه يا بسرعه يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي مجاني نهايتها مجاني نوم نوم ام بسرعه ما راح انساكي شو ما لي شغل بالسوق في مساعده في مساعده في مساعده اه والله لي شغل بالسوق والله شغلها ما لي شغل بالسوق يلا قاف عادي يعني عادي ساعدني ما لي شغل بالسوق اج بسرعه اج جيب قولوا لها انني لا زلت اهواها كمل كمل هواها الف هاء الف الف بسرعه هي نقطه لكم الف الف لحاله سلطه بسرعه الف الف كل اغاني العالم بالالف اهو نص شو حكيت يا زلمه ما تضل شغال الشريط الف الف راحت اه من الدنيا تصعد ناس تنزل لا 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 والله والله من الدنيا بشغل على اليوتيوب اه من الدنيا تصعد ناس نزل نازل ناس اخر شيء اس اس ساعدني بزبط بزبط ما قاعد بساعده بزبط ساعدك من العادي ايش ساعدك وكان ببعض بسرعه يا اخوان ايوه هي شيء شو بدايتها يا زلمه 10 8 دقيقه سامحني يابا انا وسط غابه والله انت شو سامحني يابا شو انت هيها والله لا استنى 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 هاي تتر مسلسل انت مولود في شبرا انت مولود سايق توك توك ايش عمل هذا اللي جاي عايز شو ها كمل شو اخرتها هاي غابه تاء مربوطه تاء مربوطه غابه بقول لك تاء مربوطه فيش تاء مربوطه ما في تاء بلش حرف التاء حرف التاء يعني يلا تاء يا تاء مربوطه مربوطه تملي معاك مربوطة والله ولا مساعد كيف الشغلية تا مربوطة تا مربوطة تا مربوطة ما في التا مربوطة لا والله ما في التا مربوطة شايف ما أخذ ما أخذ تملي معاك تملي معاك يلا يلا بسرعة كل يوم نتلاقى أول مرة بتحكي صح مشتاقة أول مرة صح شو آخر شيء مشتاقة مو بالعنايس شو مش شو انت بدك تجيب لهم هذا كمل الاغنيه كل يوم نتلاقى والاشواق مشتاق كملوا معي يا اخوان الحنين والحنين انت حبيبي اذا اقول لك شغله الحنين في عينين انت جاي على الاستديو ولا جاي الحنين في الاستوديو يا عمي ما كنتش اعرف انه في بدايتها بظبط اساعده اقعد طمني اقعد شو الوقت اقعد اقعد شنو الجيلاني شو اخر حرف حكى ان ال احكي ان 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 لا مش منين جاب النون حنين حناء وك انت بتعترض ما انت بتحكي حنين بعيوني بعيوني يا ميم يا يا ما هو ام يا ولا يا بعيوني ترد علي بغاني خالطك ام ما ام ام من اليوم بطلنا الأخرس من اليوم بطلنا نعشى ونحب من اليوم لا مش أغنية تخرس هاي حفظها والله العظيم من اليوم من اليوم بس الصح من اليوم طيب من اليوم ميم بس انت غنيتها بلحن ثاني مختلف ميم لا هيك غنى كمل بدون حكي لا من اليوم بس نهاية اللحن انت حكيته من اليوم ميم ام ميم بسرعة موجوع قلبي الله عليك والله الله طول حياتك بتحب الله يقرفك على الحب تبعك شو آخر حرفك؟ موجوع قلبي والتعب بيا يا بيا يا ألف يا ألف يا ألف يا سحر عيون ألف يا زلمة ألف بالله عليك بس بالله بدي أعطي سلطة بس على شعور بدي أعطيه بس على شعور غنوها مع بعض على سلطة العيد حرف الياء بالله عليك يا سلطة يلا عيد يا سلطة بالله خلينا نشوف شعوره بالله عليك يلا يلا حرف الياء عاد عم بالله عليك ما خلي اشوف لا لا كيف بتغني يلا احكي يلا يا شو بدي قرب يخلص الوقت هي بسرعه يا سحر عيونه ونظراته اول ما تلاقينا عين بعين مش هاي ما عرفوش والله منيح انه جاي معي نور طلع في غير اسوء السلطة دون جرجير ما هو هاي الحلقة ممنوع ننسى تشوفها
لا غلط هذا. وشدتك هون. شباب تعطي نقطة بس. هو غنى حرف ثاني بس انت. خلينا نشوف. لا انت هيك لازم لازم تسألنا. لازم تسألنا اخر سؤال. لا لا خلص. لازم تسألنا. يا اخوي اكلت علينا نقطة هي. طيب تم. لهفتنا فيها. شو اخر الاغنية بسرعة بدي اشوف اخذوا نقطة لك. شو اخر هيها؟ نون. نون يلا. بدي اشوف نامي على صدري. ازراته. نامي على غادري. اقعد. ايش طب ما هو. حرف الواو بسرعة. لا واو 10 8 9 6 7 والله ما بيعك لارميك ببلاش. لا والله تصريف زيتون. لا والله ما بيعك. لا والله ما بيعك. حرف الواو. لا والله ما بيعك. لا والله لا والله ما بيعك. لا والله ما بيعك. لا والله ما بيني حط. لا لا ما انت بتفلش من وين ما بتفي يا زلمه. حرف الواو يلا بعيد معكم 10 8 7 وين يا عرم الله وين عرم الله وين سافر وين عرم الله. لا لا اي نقطه اي نقطه استقل. لا يا حبيبي بلش من عندك ما هو بتنتهي عندنا بدك تلهف علينا نقطه الوطن. ايه ايه قلب قلبت المقابله مالي فيها طبعا بقول لك مشكله شباب اطلب منكم طلب دبكي وين عرم الله بسرعه سريع مع بعض يلا يلا طب شغلوا لنا وين شو شغله صح فيش مش شغله هو البرنامج تهاني واغاني اقعد بس كنا بنغني مع بعض يلا هسه بنعاقب بعض احنا خلينا نرجع بعد الفاصل نروح نرجع بعد الفاصل مشان نعرف النتيجه تمام قوم يا شباب وش لازم والله ماني جاي قسما بالله في مجال والله خير لا امال الناس كنا بنعيد الحركه وين باخذك انا باخذك وبرجعك شويه رجعنا لكم بعد الفاصل بدنا نعرف النتيجه الخسران راح الفريق الفائز يعاقبه عقاب حلو عقاب جميل عقاب رقيق تمام خلينا نعد ونشوف النتيجه تمام لعبوا التيك توك رايلو على احكام يعني انا انا اذا فزت ماليش على احكام يا رب احنا نفوز ما بدنا حدا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ما شاء الله عليكم 10 عثمانيه سلطه ذكي سلطه والله لا يحرمني الله يحرمني حرام احنا لازم نكون 11 لا وسلطه بيغني باحساس نانسي عجرم 11 معناته لازم نحط عليها ثنتين هذيك ترى بالاحساس انت بالله عليك ابو حسابات خليلي اقعد احسن لك الصاله قدامنا ما هو اذا طلعت حسبته صح مشكله احنا خسرانين لانه بكون فعلا خليلي اصلي اذا بيطلع حسبته صح جد بيطلع جد خليلي اه والله ادلع على الحسبه دقيقه مستحيل انا عديت 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 قسما بالله في مجال والله خير يا بيي اول اللعبه بس اسجلوني في الطرموخه يا عددين 11 طب يشطب في واحد اتزرقت من العقل ليش يا حبيبي فزنا عليكم بنقطه من قبل والاغاني نفس النقط لما عرفت النتيجه شو عملت انت ها اشوف وقف لما عملت النتيجه في مجال نسلخ حكم في مجال تتدخل عشان المدير وقفوا والله ماني موقف هذا بس بدوش تعاقب يلا شو بدك نعمل نسامحهم ولا تقلع سدينا يلا شو شوف الحكم من عندي ايش الحكم من عندي شو بدنا مجال نتشاور فيه طحين لا شو طحين طحين على التيك توك ما بعلها شو يلا شو خلينا اقول لا بالله عليك بدنا عقاب حلو شو هو نفذ العقاب شو لازم نفذ العقاب العب ضغط حدش يلا ضغط 10 تعال مين بدكم صراحه اثنين مع بعض اثنين مع بعض خلاص الاثنين مع بعض ضغط 10 خلاص اضغط 10 اذا بضغط بضغط انبغم علي اثنين يا عمي اثنين ولا اثنين ببينش جسمي على اللايف نانسي بتبين جسمك على اللايف ان شاء الله خلص يا زلمه يلا اعمل عقاب ثاني اغنيه او شيء لازم اغنوا اي شيء عقاب ثاني واحد يغني واحد يرقص عقاب واحد يغني واحد يرقص خلينا نشوف سلطه في مجال ترقص سلطه الرقص
ودعبول الغنى، شو رايكم؟ لا في فرق، دعبول في الحسن بالله يا اخوان، فرقة سلطة ودعبول طلع باجمل الفرقة يا اخوان. خلينا نتناقش في شيء احسن. انا بقول نعيد المسابقة. لا انا بقول اقبل اي هيك عشان نحل المشكلة. يغنوا أغنية حلوة خلص. واحد يغني واحد يرقص. لا بدناش رقص خلص. شو الواحد يغني واحد يرقص؟ من أول حلقة بنتعب وبنتسابع عشان بس يغني. نطلع مو من غنى. بنغني عادي يعني سهل. والله ما ارتحت لك. هلا جاي تخرب. بدنا نغني أنا وياه. يلا غني خليني بغني. بس بإحساس. بضحكوا بضحكوا أنا بديش الأغنية. بتنفذ عليكم أغنية طويلة. بس في مجال نختار الأغنية. لا هم يغنوا أحسن. خلص خلص. خليهم. أنا بغني وهو بلحن. يلا. خذني هيكل تغى. يلا لا لا استنى هيكل تغى مش لحن الزلمة. هسه أم كلثوم مش كانت تقعد 45 دقيقة لتفوت؟ هذا هيك دعبول. طب يلا تفضل تفضل. خذني في شيء مدقر عنده رح يجي بس اصبر يا اخوان. في شيء مدقر عند ايه هاي في شيء مدقر. انا بعرف له دعبول هسه رح يطلع فيها. يلا يلا خذني دعبول رح يجي مع شنعة شنعة دعبول دخبول رح يجي معه. واحد يمسك دعبول يخضه رح يطلع والله غير يطلع منه. يلك الام انا عارف دعبول مخرج ينسون يا اخوان. انا عارف دعبول بس بده شوي تخضه اصبر شوي. يلا يا دعبول خذني. الناس حكت كنا بنعيد الحركة. وين داخذك؟ انا باخذك وبرجعك بس وين؟ انا باخذك وبرجعك. شباب نوقف مع بعض عن جد هالمره. شكرا لكم. الله يسلمك. بدنا نعمل تحيه نهايه المسرح دائما هاي اللي بدنا حلوه. تمام شكرا لكم جزيلا. والله انبسطنا معاكم وان شاء الله تكون رحله ممتعه يا حبيبي. هو شكرا. يلا حبايب قلبي شكرا 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 حبيبي. والله 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 انت كانت كثير حلوه. والله لا والله كانت حلوه وانبسطت. دمكم عسل والله. مين اجى الشهر؟